आने से पहले ही दहशत फैली थी। दहशत आई थिंक इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड यू नो इट वाज अ दहशत देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पहली दफा देखा कि इंसान किस कदर किस हद तक जालिम हो सकता है। يقال بأن الوقت يضمد جميع الجروح ويعمل على تبدد الذكريات حتى يصبح كتلة من الحفيف المنسي، ولكن لكل من شاهد وشعر بخوف ورع هجوم القبائل ببارم الله عام 1947 وحتى بعد 57 سنة فإن التعذيب وقسوة القاتلين لا زالت حية في مخيلتهم. جب تک گولیوں کا بھونچال ہو گیا اور انہوں نے لوٹ خسوٹ کا مطلب کوئی مطلب امتیاز ہی نہیں رکھا۔ لقد كنت ماشيا على الطريق ورأيت شيئا متغيرا حيث رأيت العلم الاخضر في بعض الاماكن والناس منصعقين ومنذهلين۔ انہوں نے یہ تمیز نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ مسلمان ہے، انہوں نے ایک جیسا برتاؤ کیا۔ مطلب جہاں آپ دیکھتے کہیں دھواں تھا کہیں آگ تھی کہیں لاشیں پڑی ہوئی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں اسی دوران دوسرے یا تیسرے دن یہاں مشن ہاسپٹل میں چلا گیا تو وہاں میں نے لاشیں گری ہوئی۔ وحاول الناس اللجوء إلى هذا المستشفى المسيحي معتقدين بأن المستشفى المسيحي الأوروبي سينتشر قريبا، إلا أن ذلك كان خطأ وثبت هذا الخطأ. ولقد اتجهنا نحو المستشفيات المسيحية للجوء فيها لأنه كان على الجميع أن يكونوا متواجدين معا، لأنهم كانوا يطلقون الرصاص بطريقة عشوائية وبعد 5 أو 6 ساعات هبطوا هنا. كما أن سيدني سميت مراسل صحيفة سانداي إكسبريس الصادرة من لندن والذي كان من بين المراسلين الخارجيين أكد بأن تفاصيل هذه الأعمال الوحشية والعنيفة قد وصلت إلى أوروبا وجميع أنحاء العالم، إلا أن ذلك كان بمثابة شاهد صامت، كما تم انتهاك حرمة النساء أيضا بما في ذلك الراهبة وذلك واحدة بعد الأخرى. وعندما كانت أنباء تلك الأحداث تنتشر في كل مكان فإن الأسرة التي كان أحد أفرادها فتاة شابة كانت تفضل قتلها بدلا من وقوعها فريسة للأعداء. اپنی نوجوان لڑکیوں کو سینکڑوں کو قتل کیا، ہم نے یہ غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہماری لڑکیوں کو کوئی چھین کر لے جائے۔ وعندما تم التوقيع على اتفاقية الانضمام ووصل الجيش الهندي بدأ الناس يخرجون من مأزق الحياة۔ پنڈ اجڑیا سی، مکان سڑ گئے سن، گرودواری بلڈنگاں سڑ گئیاں سن، کھنڈرات بنے سن، سارے پاسے مسلمانوں دے کارگے ساڈے کارگے، لاشاں دے کوئی پرانے کھوکھے پئے سن، کانچے پئے سن، ماس سڑ گل گیا سی، وہ پچھان نہیں سی ہوندا کہ پہ یہ مسلمان دی لاش ہے یا سکھ دی لاش ہے۔ بارم اللہ المدینہ التي كانت تعتبر مدينة لأكثر من 40,000 قد قلت إلى قطع غير مسقولة وذلك بسبب أن أكثر من 1,000 شخص قد تركوا الديار نظرا للخوف الشديد۔ اور جب مطلب ریڈ آگئے نا سمجھو بارم اللہ سمجھو جتنا پاس پرس تھا اتنا ہی بیک چلا۔ والاسطورة تقول بأن رام الله أو رامل قد أسست بذيل الإله ويشنو في بارا أوتار، ورغم أن هذه الحقيقة قد ضاعت عبر مرور الأيام فالحقيقة أن بارم الله هي من أقدم مدن الوادي والتي كانت تتمتع بالازدهار وعدم الحقد والتعصب. لقد كانت هي أول مدينة في الوادي ولذلك فإن كل شيء كان يظهر كان يأتي من بارم الله، ولسوء الحظ فإنها قد دفعت ثمنا باهظا لازدهارها. وہ بارہ ملا میں ٹھہرے لوٹ مار کرنے کے لیے، سکھوں کی جائیداد لوٹنے، ہندو کی جائیداد، مسلمانوں کی جائیداد، دار 10-12 دن اگر وہ انتظار نہیں کرتے سری نگر ان کے قبضے میں ہو جاتا، ایئرپورٹ ان کے قبضے میں ہوتا۔ وفي 4 أيام من الإرهاب أصبحت المدينة الأولى في الوادي آخر مدينة.